البداية كانت في الأهلي طبعا. أنا أعتبر يعني اتولدت لقيت نفسي موجودة في النادي، لأن أنا جدي كان أوريدي من الناس اللي بتوع الجنينة بتوع الناحية التانية، دول كانوا قاعدة كده مشهورة، وخالاتي الاتنين كانوا بيلعبوا باسكت أصلا. يعني أنا كنت باجي من وأنا صغيرة جدا معاهم، كانوا كباتن الأهلي ومنتخب مصر، كابتن نهر وكابتن لبنى. فكنت موجودة من وأنا مثلا عندي 4 سنين في ملعب الباسكت، يعني عندي صور وأنا بشجع الكباتن وهم لعيبة. فكانت طبعا البداية في النادي الأهلي. بدأت ما كانش فيه زمان ميكرو وحاجات كده، كان هو أول سنة 12 سنة، فقعدت مثلا 6 سنين أنا ثابتة في نفس الفرقة، بيجي ناس وتطلع أكبر مني والكلام ده. بعدين طبعا ده كان باسكت كله، مع الباسكت كان فيه سباحة، عملنا بطولات مع الباسكت، كان فيه ما كانش فيه فتنس زمان زي دلوقتي، فتنس ترينر والكلام ده. فمامتي قررت تاخدني عند كابتن نادية شريف الله يرحمها ألعاب قوة في النادي برضو، فروحت اتمرنت معاها از فتنس. فكابتن نادية قالت لي طب ايه رأيك تلعبي معايا ألعاب قوة شوية مع الباسكت، فروحت لعبت معاها تحت 16، كنت تحت 16 سنة ساعتها، وعملنا ارقام، عملت رقم مصر تحت 16 و18 الحمد لله، صعدت مع جمباز في النادي الاهلي. يعني كان في باسكت ده مستمر، جنبه بقى حاجات في النادي تانية، جمباز، سباحه، العاب قوه، الكلام ده كله، لغايه بقى ما وصلنا فيرست تيم الحمد لله، درجه اولى او منتخب مصر الحمد لله. من زمان خالص كان طبعا كل الجيل، كابتن علاء زهران، كابتن طارق خيري اللي هو مدير الفني بتاعنا دلوقتي، كنت انا مش عايزه اكبره يعني، بس كنت طبعا بتفرج عليه. كان في طبعا الجيل ده كله كانوا لعيبه، كابتن شريف علي، كل الناس دي، وطبعا قبلهم كان في برضه ناس تانية، كانوا كلهم كانوا مدربيني، كابتن سيد صابر كان برضه لعيب، انكل سلعاوي، يعني حتى بقول انكل مش كابتن لانه هو برضه من وانا صغيره طبعا انكل سلعاوي. فكل الاجيال دي عاصرتها از مثل اعلى في الباسكت، وهم ناس مربيني كلهم يعني. بصي اكيد طبعا هي كانت كده، انا في النص يعني ما بين اهلي يعني ما بين النادي الاهلي ومنتخب والدرجه اولى، سافرت، كان جاي لي سكولرشيب في جامعه في امريكا، فسافرت ورجعت تاني. كنت ساعتها برضو مش السوشيال ميديا مش زي دلوقتي قوي، فكنت عادي ان انا هناك ممكن اخد اجازه اسبوعين، اجي على فاينل الدوري هنا العب مع الاهلي وارجع تاني، فكانت الامور اسهل شويه. بس كنت طول عمري بفكر ان انا حتى لما بطل انا مش عايزه اكون بعيده عن الباسكت او بعيده عن النادي الاهلي او الحاجات دي. فبدات ساعتها وطلبت انه انا عايزه امسك فريق صغير، عشان صغيرين بيعلموا اكتر، بيخلوك تفكري اكتر، اوريدي انا عندي اكسبيرينس الدرجه الاولى من اللعب. فبدات مع تحت 11 سنه، طبعا كان اكسبيرينس مختلفه تماما، بيخلوكي تشغلي مخك، تتعلمي من ازاي تعلمي حد يلعب باسكت، انا كنت اوريدي حد بيعلمني العب باسكت، فكان طبعا الموضوع صعب جدا مع الصغيرين بالذات. بعد كده بدات في التدرج اني امسك صغيرين وكبار مع بعض، يعني ربنا الحمد لله يا رب فتح لي بقى ابواب ان انا اكون ماسكه صغيرين وكبار. جالي منتخب درجه اولى مع 18 اهلي مع فرقه صغيره. بعد كده قررت ان انا اعمل احضر ماجستير، فبدات ادخل في تربيه رياضيه، اعمل ماجستير في التدريب، يعني بدات ان انا اتعمق شويه. بس طبعا يعني ده انا دلوقتي بقول ده احسن قرار اخدته يعني الحمد لله. النادي الاهلي بيمثل لي حاجات كتيره جدا، انا لسه كان حد منهم بعت لي قلت له ان كان نفسي، يعني لو انت بتقولي لي لو انت بطلتي بدري، هو بجد انا كان نفسي العب لما الجمهور ده كان موجود، لان انا لما كنت بلعب كان عم سيد اللي هو لسه متصور معاهم، فبجد بعت لهم على العاب الصالات قلت لهم بجد انا كان نفسي اكون بلعب وانتوا بتشجعوا، التشجيع ده كان هيفرق جدا. وفعلا فعلا فعلا احنا فرقتنا كلنا بيستنوهم في الماتشات جدا، بيفرقوا جدا معاهم سواء في الدوري، يعني اول لما الماتش خلص بجد بنجري عليهم، يعني سواء الفرقه ولا الجهاز، يعني زي ما شفت الماتش اللي فات بكابتن طارق، بكلنا احنا كلنا جرينا عليهم، ان هم فعلا فعلا بيفرقوا معانا جدا. يعني في مرحله في الماتش سواء مثلا ساعات بيحصل اللعيب بيكون اوف او الفرقه بتكون اوف، بس بجد اللي بيشدك ان انت يلا يا جماعه الناس اللي بتشجعكم، يلا انت اسمعوا صوت الناس دي، اسمعوا الناس دي بتشجعكم ازاي. هو طبعا شكرا على كل حاجه، كل حاجه النادي بيعملها، شكرا على كل حاجه مجلس الاداره والنشاط الرياضي بيعملها، بجد احنا يعني
فعلا الواحد لما يتخيل نفسه ان هو لو ما كانش موجود في النادي الاهلي بيكون يعني الواحد مخه مش قادر يجيب قوي ايه اللي ممكن يكون حاصل. بس بجد شكرا على كل حاجه، على ايمج، على ان انا اكون ماشيه في النادي اصلا لابسه، ماشيه بره النادي في الشارع لابسه التريننج ده، وقد ايه الناس اصلا بتبص ان انت لابس كده. لما بنمشي بره الناس، طب ممكن هو انتوا ما عندكوش ستور نشتري منه لبس؟ شكرا على كل الحاجات دي، شكرا ان احنا عندنا وقت مش بنضيعه على الفاضي، ان احنا على طول مشغولين، في ماتش كوره النهارده، في فرقه ايه اللي هنشجعها النهارده، هنسابورت مين النهارده، عندنا مكان امان نقعد فيه، عندنا مكان امان بنتمرن فيه، عندنا اي حاجه بنطلبها بتتوفر لنا. ففعلا شكرا على كل حاجه.